بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيق. عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهاني بمناسبة أداء فخامته اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية التونسية الشقيقة، راجيا سموه حفظه الله له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ومصلحة الشعب التونسي الشقيق، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت والجمهورية التونسية الشقيقة، وراجيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة أداء فخامته اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية التونسية الشقيقة، راجيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ومصلحة الشعب التونسي الشقيق، راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.